القاعدة الواحدة والخمسون: أفعال الرب في خلقه إن كانت كما يريدون فواجبها الشكر، وإن كانت في غير ما يريدون فواجبها الصبر. نعم، أنت الآن كما قال الله تبارك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالذي يبتلى بالشر يصبر، والذي يبتلى بالخير يشكر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله، على والله لا يحب كل مختال فخور. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بالحسنات والسيئات، يبتليهم سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ما المطلوب منك؟ إذا ابتليت بما يحزنك فاصبر، بما يسوءك بفقر، بموت قريب، بمرض اصبر، وإذا ابتليت بنعمة فاشكر. فهذا المطلوب منك أيها العبد، أنك إذا ابتلاك الله تبارك وتعالى بالخير أن تشكر، وإذا ابتلاك الله تبارك وتعالى بالشر أن تصبر. نعم.